كمدايبين ويؤدوا رسالة سامية بجوار رسالتهم ألا وهي نشر العلم بالإضافة لرسالة القضاء. نشرف بكم جميعا، نشرف بمكتب المكتب الأسباني للتعاون الدولي، نشرف بالمحاضر الخبير أستاذ الدكتور حسام فرحات على ما قدمه من مجهودات. نبدأ بكلمة السيد المستشار محمد الأنصاري مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السيد عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، السيد ممثل الوكالة الأسبانية للتعاون من أجل التنمية، السادة الزملاء الخريجون الأجلاء أعضاء الجهات والهيئات القضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم الأغر الذي يفيض بهاء نزف فيه كوكبة من السادة الزملاء الخريجين، يسعدني أن أرحب بحضراتكم جميعا وأحييكم أطيب تحية، كما يشرفني أن أنقل إلى جمعكم الكريم تحيات معالي المستشار الجليل عمر مروان وزير العدل الموقر الذي قدم التوجيه البصير في سبيل إنفاذ هذا الحدث الكبير، وذلك في إطار اهتمامه بالمنظومة القضائية وتطويرها وتحقيق العدالة الناجزة لما فيه خير بلدنا ومصلحة شعبه وخدمة آماله وتطلعاته. الحفل الكريم انطلاقاً من ضرورة وجود قاض ذي شخصية مستقلة يعيش العصر وتحدياته ويواجه مستجداته، فاعلاً مع مجتمعه وقضاياه، يشارك في صياغة مستقبله، يتسم بالتفكير السليم ويتحلى بالأخلاق والقيم القضائية، يعتنق الحق ويلتمس العدل ويسير على دربهما، يعمل على إعلاء التراث القضائي المجيد والسلوك الوظيفي المستقيم بما يبعث بالطمأنينة في حياده وكفاءته. سعى المركز القومي للدراسات القضائية بعد أن بلغ 40 عاماً على إنشائه إلى ضرورة مراجعة خططه التدريبية وفاعلياتها والعمل على تطويرها وتأسيس علاقة تكاملية بين استراتيجية وزارة العدل في تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة والاحتياجات التدريبية، بغية فتح آفاق وتبادل معارف وممارسات فضلة بين أطراف العملية التدريبية تأخذ في حسبانها الظروف والمشكلات المعاصرة التي يلاقيها السادة القضاة وتحتاج إلى تدبرها ومعالجتها. وفي إطار التعاون بين المركز القومي للدراسات القضائية والوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية وكلية التدريب المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وضعت خطة تدريبية محكمة لعقد دورات أساسية ومتقدمة لتدريب السادة الخريجين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك للتعرف على أنماط التعلم الأساسية وتحديد الاحتياجات والأهداف التدريبية واستخدام وسائل التدريب الفعالة وتنمية وصقل مهارات الإقناع والتواصل، تمكن من خلالها الخريجون ختاماً من الإلمام بجدارة بأساليب التدريب المتنوعة وإعداد المواد التدريبية والتطبيقات العملية والقدرة على تحديد وصياغة الأهداف التدريبية وتحليل الاحتياجات. السادة الحضور الكريم، لن أطيل على حضراتكم، ولكن في الختام أتوجه بجزيل الشكر والعرفان للوكالة الأسبانية للتعاون
بمناسبة انتهاء المرحلة الثالثة من مشروع دعم وتعزيز قدرات السادة القضاة الذي شارك في فعالياته التدريبية ما يقرب من 700 قاض في موضعات شتى، من بينها المساواة بين الجنسين في التشريعات العمالية وتشريعات الأسرة وجرائم غسل الأموال والجرائم المعلوماتية وجرائم سوق المال وقانون الإفلاس الجديد، بالإضافة إلى عقد مؤتمر إقليمي شارك من خلاله قضاة من 11 دولة حول الدليل الرقمي والجرائم السيبرانية، آملاً في مزيد من التعاون الوثيق مستقبلاً. كما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير للسيد فينتورا مدير مكتبها بجمهورية مصر العربية الذي انتهت مدة ولايته، لما بذله من جهد متميز ودعم سخي وعطاء متواصل في سبيل إنفاذ هذا المشروع. كما أتوجه للسيد عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية التي تقدم تعليماً ليبرالياً ببلدنا يمتد لأكثر من 90 عاماً، والسيدة مدير برامج الشراكة على كريم رعايتهما وعنايتهما السامية لهذا البرنامج. وختاماً أتوجه إلى زملائي الأجلاء الخريجين من السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية بجزيل من الشكر والعرفان على الأداء المسؤول والنجاح الفائق، سائلاً المولى القدير جلت قدرته أن يرعى عملكم ويبارك جهدكم ويعز بكم الحق ويرسخ العدل. وشكراً جزيلاً لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً سيادة المستشار على هذه الكلمة. والآن مع كلمة السيد فينتورا رودريغيز رئيس المنظمة الدولية الأسبانية للتعاون الدولي، فليتفضل. Thank you so much. Councillor Mohamed Elansary, Assistant Minister for the National Center for Judicial Studies. سيادة المستشار محمد الأنصاري. Dr. James Ketterer, Dean of the School of Continuing Education of the American University in Cairo. سيد جيمس كيتر عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. دكتور حسام، good afternoon. It is an honor to be here in the old campus of the American University. It is an honor for the Spanish Embassy. It is an honor for the Spanish Corporation, and it is an honor for myself to be here at the graduation of this training of trainers. يشرفنا اليوم أن أكون موجوداً مع حضراتكم في هذا الساحل التعليمي للجامعة الأمريكية في حرمها القديم، وهناه لشرف أيضاً للسفارة الأسبانية بالقاهرة والوكالة الأسبانية الدولية للتعاون الدولي. I want to convey my deep gratitude for the invitation to join you today. وإنني أعبر عن خالص امتناني وتقدير دعوتي لأكون معكم اليوم. Allow me please to emphasize my gratitude to the Ministry of Justice and particularly to the National Center for Judicial Studies. واسمحوا لي أن أتقدم بشكر والعرفان وتقدير دور معالي المستشار وزير العدل، مع شكر خاص موجه للمركز القومي للدراسات القضائية. But also to the American University in Cairo for their participation, for hosting us, for their work and effort to organize this training. كما أتقدم أيضا بشكر الجامعة الأمريكية بالقاهرة على تنظيم هذا التدريب واستضافتنا في مقر الجامعة. Many thanks also to all the participants. مبروك to all of you. كما أتقدم بالشكر وأقدم التهاني والتبريكات لحضراتكم بمناسبة انتهاء من هذا البرنامج التدريبي. Thanks for your presence, for your interest in participating in this activity. شكراً لمثابرتكم ودأبكم وجهدكم على وإخلاصكم للعلم لانتهاء من هذا البرنامج التدريبي. And I conclude this very long thank you. Also to thank my friend Judge Haytham Hagasi for all the work that he has done to activate our cooperation framework. كما أتقدم بالشكر أيضا بجزيل الشكر للمستشار هيثم حجازي على كل مجهوداته المبذولة لإتمام هذا التدريب بنجاح. My name is Ventura Rodríguez. I'm the head of the office of the Spanish Corporation, which is an agency
that belongs to the Ministry of Foreign Affairs, and we are working here under the Spanish Embassy in Egypt. اسمي سيد فنتورا وهو رئيس المكالمة الدولية للتعاون الإسباني وهي أحد المنظمات التي تعمل تحت إشراف السفارة الإسبانية ووزارة العلاقات الخارجية بإسبانيا ومقرها في القاهرة. One of our pillars of work in Egypt is strengthening effective public institutions and the rule of law. وأن أحد أهم أدوارنا في مصر هو تفعيل دور المؤسسات القانونية أو المؤسسات بصفة عامة ودور القانون. Our cooperation understands the support for efficient and solid judicial systems as an essential element in the construction of the rule of law. ويعد دورنا في دعم المؤسسات القضائية في مصر أحد أهم أدوارنا المؤسسية التي نقوم بها في مصر. That is why Spain signed a cooperation agreement with the Ministry of Justice more than a decade ago. ولذلك ولهذا السبب لتعزيز دور المؤسسات القضائية في مصر قامت دولة أسبانيا بتوقيع اتفاقية تعاون مع وزارة العدل المصرية منذ أكثر من 10 أعوام. This protocol was accepted and requested through the National Center for Judicial Studies. وقد تم إجراء هذه الاتفاقية من خلال المركز القومي للدراسات القضائية. Our first cooperation was launched in 2012, including a component for the exchange of expertise between the two countries and supporting for training of Egyptian judges and Egyptian prosecutors. كان يهدف التعاون الأول في أول دفعة له على تبادل الخبرات بين الخبراء بين مصر وأسبانيا وتقديم الدعم التدريبي للقضاة في مصر. Since then, we've worked in various formats with different tools, and the Spanish cooperation has facilitated the presence of Spanish judges and prosecutors here in Egypt, with the aim, as I said, of consolidating the rule of law and supporting the creation of solid public institutions, both in Egypt and in Spain. ومنذ ذلك التاريخ قمنا بالمشاركة في العديد من المشروعات في العديد من الأماكن وكان الهدف منها إثراء الحياة القضائية في مصر كما قمنا بإحضار بعض القضاة وأعضاء النيابة الإسبانيين في مصر بهدف التعاون مع الهيئات القضائية في مصر. Since 2012 until today, more than 2,000 judges have attended our roundtables, trainings, and training of trainers like the one we are closing today. ومنذ عام 2012 قمنا بتدريب أكثر من 2,000 قاضي حيث حضروا مختلف أنواع التدريبات من ورش عمل وتدريب المدربين ومختلف أنواع التدريبات الأخرى. This activity that we are closing today is part of our third phase of cooperation with the Ministry of Justice. وتعد حفل اليوم وتدريب اليوم هي المرحلة الثالثة في التعاون بين الوكالة الإسبانية الدولية ووزارة العدل المصرية. As the Spanish cooperation, our approach to building a successful collaboration within the Egyptian judicial school has been always the same. وكوكالة إسبانية دولية كانت سياستنا دائما في التعاون مع الهيئات القضائية المصرية والمؤسسات المصرية دائما هي واحدة وثابتة وهو دعم المؤسسات القضائية في مصر. What we intend is to offer the experience and to share the knowledge that we have on certain topics that might be of interest to the Egyptian side. وهدفنا هو نشر العلم ونقل الخبرات التي ممكن أن تكون ذات تلاقي اهتمام وتجاوب ويكون لها صدى ومردود وإقامة وقيمة مضافة للمجتمع في مصر. We have no doubt that having a strong and efficient judicial system is essential for the well-being of citizens and good governance. وهذا ينبع من قناعتنا بأن وجود نظام قضائي قوي وشامخ هو ضروري لضمان رفاهية الشعب. From the Spanish cooperation, we are very proud to support this cooperation and the efforts of the Egyptian judicial school to involve professionals and new trainers to the judicial sector. وباسم الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي يشرفنا أن نكون جزء من تنظيم هذا التدريب للسادة القضاة كما قلت مرارا وأعيد أن هدف الوكالة هو دعم النظام القضائي في مصر. Thank you again to the American University for hosting us. I would like to congratulate you again and wish you a successful career. Thank you very much for your participation and congratulations. شكرا للجامعة الأمريكية على تنظيم هذا التدريب وهذا الحفل كما تقدم لكم بالشكر على المشاركة في هذا التدريب مبارك لكم ومبروك التخرج من هذا البرنامج شكرا لكم. الآن مع كلمة دكتور جيمس كيتر عميد كلية التعليم المستمر. مساء الخير. It's wonderful to host you here.
And I would like to welcome everyone to this historic location at the center of the old campus of the American University in Cairo. اهلا بحضراتكم شرفتونا واود ان ارحب بكم في هذه القاعه التاريخيه في هذا الحام التاريخي داخل مقاهي الجامعه الامريكيه بالتحيه. Your excellencies, guests, participants and colleagues, welcome. I bring the regards of President Ahmed Dallal, the president of the university, the administration, the faculty and the students. We're so pleased and proud to have you here with us. السادة المستشارين القضاة معالي السيد مستشار مساعد وزير العدل المركز الدراسات القضائية أنقل لكم تحية الجامعة الأمريكية ممثلة في رئيسها الدكتور أحمد دلال وبالإضافة للمدرسين والعاملين والطلاب نرحب بكم جميعا ومرحبا بكم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. This hall, this stage has hosted in the last 100 and something years some of the most preeminent figures, Kulthum, Naguib Mahfouz, Louis Armstrong, Edward Said, many others. لقد استضافت هذه القاعة التاريخية التي نحن فيها الآن عدد من الرموز الهامة في التاريخ في المائة عاما المنصرمة الماضية مثل السيدة أم كلثوم المفكر إدوارد سعيد وعدد من الشخصيات البارزة. But I think it's safe to say, as I look into this audience, and I know who is here, that never has there been such a distinguished group of excellent minds, such a collection of wisdom and experience. وإنه لمن دواعي سروري ودون مبالغة أن أقول أن حفل اليوم من أبرز الحفلات التي مرت على هذه القاعة حيث تضم نخبة من رجال القضاء بخبراتهم وعلمهم فلا مبالغة أن أقول أن اليوم هو يوم خريجين مميز داخل الجامعة الأمريكية. And so it's really our honor at the School of Continuing Education to be working with the National Judicial Training Center, the Ministry of Justice, the Spanish government, and each of you individuals who have taken time out of your schedules, out of your lives, to be part of this important effort. إنه يشرفنا ككلية التعليم المستمر أن نتعاون مع وزارة العدل، المركز القومي للدراسات القضائية والحكومة الأسبانية حتى نقوم بتنفيذ هذا التدريب، كما أشكر كل فاضل من حضراتكم على مجهوده برغم انشغاله بجدول أعماله على أن يواظب على الحضور للتدريبات وأن يكملها بنجاح. There are two elements to our mission at the School of Continuing Education. One is to reach out as much as we can beyond the traditional university and work with various entities of any type. هناك هدفين رئيسيين لنا ككلية التعليم المستمر. الهدف الأول هو أن نبحث عن شراكات مع مختلف الهيئات والمنظمات وأن تكون هذه الشراكات متعددة الأشكال حتى نستطيع أن ننقل علم وخبرات أساتذة الجامعة الأمريكية لمن هو خارجها. And we take very seriously any opportunity that we have to work with components of the Egyptian government, and to work with this group is especially gratifying. وتحقيقا للهدف الأول في التعاون مع مختلف الهيئات الرسمية نحن نهتم كثيرا بالتعامل مع والتدريب السادة الذين يعملون داخل الحكومة المصرية ولذلك نحن نشرف بحضراتكم. The other part of our mission is that we are the School of Continuing Education, كلية التعليم المستمر. And the continuing part is very important, we think, not just for those in this room, you already know that, but as we come out of this pandemic, more and more education is changing, the nature of educational opportunities are changing, and we are here at the school to offer all different sorts of opportunities for all different kinds of populations, even the cat. And so to have this opportunity to have you, who are at the top of your fields, also embrace this idea of continuing education, says to us, okay, we're doing something right. This is too long. Okay, sorry. Shukran, doctor.
دكتور مترجم فرنجزيلن تفضل شكرا انتقل الان الى الهدف الثاني من كليه التعليم المستمر وهو التاكيد الذي يؤكده دكتور جيمز على هدف الكليه في استماع عمليه التعليم والتعلم وهذا الاستماع ليس فقط لانه جزء من حياتنا المعاصره ولكنه اصبح اكثر الحاحا وضروره بعد كوفيد 19 بعد وباء كورونا الذي الزم العالم والزمنا جميعا وخاصه حضراتكم كونكم على راس المنظمه القضائيه كونكم تحرصون على تطوير مهاراتكم أن نطور من مهاراتنا لأنه دون أن نتطور بعد الجائحة خصيصاً ودون أن نعرض مختلف أنواع البرامج التعليمية حتى نلائم مختلف الاحتياجات لن نستطيع أن نواكب العصر الذي نحن فيه. And so to say we want to work in cooperation is always a nice thing to do. And here we live in a very complicated time, in a complicated world. And it's a nice idea but it has to happen in reality. Cooperation requires actual hard work. وليس معنى أننا نعمل من خلال التعاون مع منظمات أن العمل مع المنظمات أسهل من العمل مع الأفراد. إنما لكي نستطيع أن ننجز على أرض الواقع وننفذ التدريبات التي يتفق عليها مع مختلف المنظمات هناك عمل دؤوب وجاد سواء من داخل الجامعة الأمريكية أو من هذه المنظمات حتى نستطيع تنفيذ التدريب على أرض الواقع. And so my colleagues, the excellencies who are here on this stage, the excellencies in the audience, the participants who have worked very hard, the instructors, the staff, the Spanish government, everyone coming together, this gives me a sense of not only thankfulness, but of hope in a difficult time that cooperation really can work and it can produce positive and lasting results. فإن العمل الدؤوب الجاد الذي يتطلب الذي يجب أن يبذل لإنفاذ أي اتفاقية إن احتفال اليوم يعد إنجازاً واحتفالاً بهذا التعاون بين وزارة العدل والحكومة الأسبانية والجامعة الأمريكية بالقاهرة كما يؤكد دكتور جيمز على الأمل وعلى الشكر لكل من عملوا لإنجاز هذا البرنامج من مديرين ومدرسين ومستشارين وزارة العدل الحكومة الأسبانية المدربين وكل القائمين على البرنامج كما يعطيه ايضا ذلك امل في المزيد من التعاون والمزيد من التعلم في المستقبل. So thank you to everyone involved at every level and in every way. It's our honor to be part of this. We look forward to possible next steps and we look forward to continuing these cooperative relationships in such a positive manner. Thank you and congratulations. لذلك شكرا لكم جميعا لكل العاملين من كل المستويات سواء كان في وزارة العدل المركز القومي للدراسات القضائية الجامعة الأمريكية شكرا لكم جميعا على إنجاز هذه المهمة وجعلها ممكنة شكرا لكم على مجهوداتكم مبروك مما وحفل تخرجكم اليوم يعطينا طاقة إيجابية لمزيد من التعلم فيما بعد الأزمة ألف مبروك وشرفتونا في الجامعة الأمريكية الآن مع الداعي المقدم من مركز القومي للدراسات القضائية دكتور جيمز كيترر عميد كلية التعليم المستمر والآن مع داعي المركز القومي للدراسات القضائية لمستر فينتورا رئيس منظمة التعاون الأسباني الدولي. شكرا لحضراتكم. الآن مع كلمة المستشار محمود هلالي عن الخريجين باسمه وباسم السادة المستشارين القضاة الذين أتمموا هذا البرنامج بنجاح. يتحدث باسمكم اليوم المستشار محمود هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي المستشار الجليل محمد الأنصاري مساعد وزير العدل شؤون مركز الدراسات القضائية مستر فينتورا دكتور جيمس كاتريا أهلا وسهلا بحضراتكم حضرات السيدات والسادة الحضور أساتذتي زميلاتي وزملائي القضاء
اسمحوا لي نيابة عنكم أن أقدم هذه الكلمة باسم المتدربين الذين التحقوا بتدريب Training of Trainers Basic and Advanced. القضاة يتمتعون بخصوصية كونهم من القضاة والنيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة، لأنهم يسهرون على صون الحقوق وحماية الحريات، وهذه الخصوصية ليست تمييزاً لهم عن غيرهم، ولكنها مستمدة من ولايتهم القضاء وما أجلها من رسالة. George Mahmoud here is stressing, is welcoming everyone here, and he's stressing that the importance of this training for the uniqueness of the job of being a judge. Being unique as a judge doesn't come from being unique for the sake of being unique, but because of the responsibility they have to adopt so as to perform their own roles. كون القضاء متدربين بيعملون في مواقع مختلفة، فهم بيملكوا من الخبرة القضائية ومن نصية المعارف القانونية الكثير، وينقلوها إلى أقرانهم وزملائهم من القضاء وأعضاء النيابة العامة ومجلس الدولة وكل أعوان مرفق العدالة. Now our audience is unique because our judges work in different positions in the state. They have their own legal expertise and knowledge about law, which they deliver and they transfer to their colleagues in the different judicial institutions. نشكر اهتمام المركز القومي للدراسات القضائية ورئاسته والقائمين عليه بما يضفي نقل الخبرات من تنمية وارتقاء بالمهارات. We, on behalf of my colleagues, I'd like to thank the National Judicial Center for Judicial Studies for their efforts in developing the skills of the judges. ونشكرهم على إتاحة الفرصة للقضاة المدربين الذين لا يدخرون وسعا في نقل المعارف والعلوم القانونية إكمالا لرسالتهم القضائية برسالتهم في محراب العلم. We do thank them for allowing us as judges so as to have another honorable role, which is to transfer our knowledge and legal expertise to our colleagues. So thank you. واسمحوا لي أن أطرح سؤالا، لماذا حرصنا كقضاة على الانضمام إلى هذا التدريب؟ And allow me to ask one question. Why we as judges were persistent and insisted on attending and completing and achieving the requirements of this training? كل السادة القضاء اللي انضموا للتدريب يملكون نواصية المعارف القانونية، ولكن كل منا كان يتساءل في قرارات ذاته: هل أنا بحق مدرب محترف؟ هل أنا صانع محتوى تدريبي محترف؟ هل الأمر هو مجرد موهبة؟ أم أنها قدرات ومهارات يمكن اكتسابها بالتعليم المستمر؟ There is no doubt that all the judges as trainees joining this training have legal expertise and they have knowledge about Egyptian law. But every and each one of us as judges had a question inside, some questions inside us as trainers. Am I really a professional trainer? Can I really design some kind of training materials? Is it some kind of a talent, or does it require specific training to improve myself as a trainer? تفهمت الرئاسة الواعية لمركز الدراسات القضائية تلك الاحتياجات للقضاء المدربين، وخلال أشهر من الإعداد واللقاءات المشتركة كونت مع كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية وبدعم من الوكالة الأسبانية محتوى تدريبي راقي لإعداد دورة للمدرب المحترف ودورة متقدمة في صناعة المحتوى التدريبي المحترف. Helping us answer these questions, our wise administration of the Judicial Center, National Judicial Center for Judicial Studies, has in lots of meetings and after spending exerting lots of efforts through lots of meetings with the School of Continuing Education and with this kind of support from the Spanish government, they prepared a very advanced professional training content so as to help us as judges answer the aforementioned questions. بعد أن خضنا غمار هاتين الدورتين التدريبيتين، حق لنا أن نتساءل: ما الاستفادة التي تحققت من هذا التدريب؟ هل امتلك القضاة المدربون مهارات المدرب المحترف ومهارات صناعة المحتوى التدريبي المحترف؟ After successfully completing these two rounds of the training of trainers courses, now time to answer the aforementioned questions. Did we have the required skills to be professional trainers?
Did we acquire the needed skills so as to design professional training materials? قبل أن أعد هذه الكلمة، سعيت إلى استطلاع رأي أساتذتي وزملائي من القضاء الذين تلقوا هذا التدريب ليتسنى لي الإجابة عن هذه التساؤلات. While preparing for this speech, and so as to be representative of my colleague, I had to ask them about their own opinions about the added value of the training. So when I come to speak, I represent them all. لا شك إن التدريب أجاب لنا كقضاء مدربين خلال نحو 30 ساعة في الدورة الأولى ومثلها في الدورة الثانية المتقدمة عن نقاط عديدة. And we were I was very happy when I got this positive feedback from my colleagues that the two rounds of the training, 30 hours each, have helped us all as judges or training judges answer all the aforementioned questions. وكان أهم النقاط التي أجاب عنها هذا التدريب كيف يظل المدرب مؤثراً في أثناء التدريب؟ كيف نتعامل مع مراحل التعلم عند المتدربين؟ كيف نتعامل مع أنماط التعلم؟ كيف نستخدم أساليب التقديم والعرض المختلفة؟ كيف نستطيع بدقة ووضوح أن نحدد الأهداف التدريبية ونعدها ونصيغها وما طريقة جمع المعلومات؟ The training has helped us as judges, enabled us to do the following. Number one, how to be an effective trainer with long-lasting impact after the training, during and after the training. How to deal with the different stages of learning and learners' development. How to handle different learners' styles. How to use different presentation skills. How can we phrase and decide on smart learning outcomes? And by smart learning outcomes, specific, measurable, attainable, specific. So by the end of the day, after the training, we can measure what have we achieved, what we need to recap, so as to have better learning environment. Another point was how to collect data before the training to do the needs analysis, how to monitor the training itself, how to evaluate the training after it's finished. من خلال التدريب تمكن المتدربون من استخدام المهارات المحصلة من الدورة التدريبية في جهات عملهم وما كانتش أبدا مصادفة إن كل واحد مننا بعد اجتيازه الدورة التدريبية دي الدورة التدريبية الأولى تحديدا إعداد المدرب المحترف إنه يدعى بالفعل لإلقاء محاضرة أو تولي ورشة عمل حضرات السيدات والسادة لا أخفي عنكم بل أؤكد لكم أن الأداء كان مذهلا من حيث طريقة الإلقاء والحركة في قاعة التدريب وحرفية استخدام الوسائل المساعدة للمشاركة في كسر جمود المحاضرات التقليدية والتحكم في إدارة الوقت وغير ذلك الكثير من المهارات ومنها ما كنا نتمتع فيه بالموهبة دون تأصيل علمي ومنها ما اكتسبناه في هذا التدريب الراقي. Now, Judge Mahmoud is enlisting some of the skills judges have acquired during this training. Some of the skills were that it was Dr. Hossam Farhat has excellently managed the training room, maintained interactive training room, enabled the trainees to use effective and interactive teaching techniques that would enable us as trainees and trainers to get out of the traditional environment and move into a more interactive environment. Time management, and so are many other skills. And this has enabled us to supplement and enhance our own talents as trainers with a scientific base, with the scientific theories and the practices needed to be a professional trainer. على المستوى الشخصي صادفت عدة مواقف كانت مؤثرة جدا وقدر كان عجيب جدا في المسألة دي بأننا أول ما أنهيت الدورة التدريبية الثانية طلب مني إعداد محتوى تدريبي لدورتين مختلفتين والحق أنني تأثرت بشدة عند إعدادي لهذا المحتوى بما تعلمت في الدورتين اللتين شرفت بالانضمام إليهما طبقت فيهم كل النظريات رحلة التعلم مرجعيته بلومز نظريات بلومز أدي مودلز كريك باتريك كل النظريات والخطوات الستة للتعلم ومهارات المدرب المحترف وكانت النتائج فعلا مذهلة. On the personal level,
The two rounds of the training have impacted me because following the training, I was invited to design two training courses, and I was impacted by the way I designed the training content. So I included all the skills I learned, all the theories, all Bloom's model, all the need, the difference, the six stages of learning, and all the learned skills to be a professional trainer in my own training. So this has helped him in his own profession as a trainer. في الختام لا يفوتني التنويه بأن ما وصل إليه المتدربون من مستوى عالي في التدريب لم يكن إلا ثمر التوجيه وإشراف من عالم جليل وهو الأستاذ الدكتور حسام فرحة. ولا نملك إزاء ما أسداه وأسبغه علينا من فضل إلا أن نتقدم إليه بأجزل الشكر وأوفاه وفي يقين المتدربين أن كل كلمات الشكر جميعها لا تفيه حقه وفضله السابق. To conclude, I have to highlight the point that all the skills that we've gained throughout this training was because of the efforts of our professional professor and the trainer, Dr. Hussein Farhat. And we tell you in brief, all the thank you words are not enough. Thank you very much for all what you've done for us, sir. كما أتقدم بالشكر باسم جميع المتدربين كل الشكر إلى المركز القومي للدراسات القضائية برئاسة المستشار الجليل محمد الأنصاري وكل القائمين على المركز والعاملين فيه وإلى الوكالة الأسبانية مستر فينتورا الذين أعدوا هذه الدورات التدريبية ومولوها. I'd like to thank all the stakeholders in charge of implementing this training, like the National Center for Judicial Studies, headed by the Honorable Judge Counselor Mohamed Elansary and Judge Haitham Higazi, and the Spanish collaboration, the government, Mr. Ventura himself. Thank you very much for your support. Thank you very much for helping us implement this training. كما أتقدم بموفور الشكر باسمي وباسم جميع المتدربين إلى السادة القائمين على أمر كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية دكتور جيمس كاتريا دكتور دعاء دكتور دعاء سالم دكتور أحمد عواد الأستاذ هشام الكومي والقائمين على اللوجستيات داخل الجامعة من إداريين وفنيين وعاملين وغيرهم الذين لم يدخروا جهداً في تهيئة كل السبل لإنجاح هذه الدورات وإلى كل من قدم إلينا يد العون في سبيل إنجازها وأخيراً بشكر زملائي المتدربين إنهم أتحوا لي أن أنا أقف قدام حضراتكم يعني وأقول الكلمة نيابة عنهم وأنا أقل واحد فيهم. Judge Mahmoud, thank you for thanking the SCE staff, Dr. James Ketterer, Dr. Dua Salim, Mr. Hisham Elkoumi, Mr. Magid, all the AEC staff and admins and technicals who helped achieve the learning outcomes. And he's thanking also all the trainees for their efforts who made this a success and possible. Thank you all. الآن مع كلمة دكتور حسام فرحات مدربنا القدير, our master trainer. فضلكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد محمد الأنصاري مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية. مستر فينتورا جارثيا مدير المكتب الإسباني للتعاون بالقاهرة. مستر جيمس كيترر أور دين of the School of Continuing Education في الجامعة الأمريكية. الحضور الكريم, قبل ما أبدأ أنا نادرا ما تشوفوني مش قادر أتكلم. أنا مش قادر أتكلم بجد, مش لاقي كلام. ليه؟ بعد الكلام اللي سمعته والكلام اللي شفته والأداء المبهر ليكوا جميعا
فلا بد ان انا ابدا بان انا انحني لحضراتكم اجلالا لوجودكم معايا وانكم اديتوني الفرصه اني اكون معاكم. عشان ما يفوتنيش البروتوكول لازم أشكر كل من كان له دور في إنجاح هذه الساعات اللي أنا استمتعت بيها شخصياً. فحبدأ بالشكر الجزيل الوافر لهيثم بحجازي، المستشار هيثم حجازي. أمدني بالكثير من المعلومات ومن الوقت، وكنا على تواصل دائم، وإن لم يكن موجوداً فلم تكن لهذه الدورة قائمة، فبشكره مرة تانية. دكتورة دعاء زميلة الكفاح، بشكر حضرتك شكراً جزيلاً على كل الحاجات الجميلة اللي الجامعة قدمتها لي. زميلي الدكتور أحمد بشكرك شكرا جزيلا على المجهود. هشام وماجد وياسين مش موجود النهارده، انتوا كلكم عارفينه، ومحمد. اعتقد ان لو لم اذكر كل الاسماء دي يبقى عمرك ما كانت هذه الدوره هيكون لها قائمه. فارجو ان احنا لو تسمحوا لي نتوجه ليهم كلهم بالتحيه ونسقف لهم، لأن من غيرهم كان من المستحيل إن إحنا نوصل للسعادة اللي أنا فيها النهاردة. أنا بجد كنت لسه بقول، وده مش مفروض أقوله فورمال وبروتوكول، بس لازم هقوله، أنا النهاردة حاسس إن أنا في يوم فرح بنتي. أنا سعيد بإني شايفكم، سعيد بإن أنا كنت جزء من إني أرسم بسمع على وجوهكم، وانتم مبسوطين ان انتم تخرجكم. في الاول خالص بعد لكم تاني، انا دايما كنت بقول لكم دير ليرنرز، مش كده؟ وكنت بكلمكم على انكم جايين عشان نزدادوا علما. دلوقتي نقدر ننقل هذه الكلمه ونقلب ونقول دير فيلوز، دير فيلو ترينرز، دير فيلو بروفيشنال ترينرز. اسمحوا لي بقى تسقفوا لنفسكم على ان انتم قدرتوا توصلوا للحكايه دي. شغلتنا، وزي ما قلتها لكم 100 مره، المدربون دورهم خلفاء للانبياء، كل منكم خليفه لنبي. الانبياء في كافه الديانات احتاجت الديانات في كلها احتاجت للأنبياء لنقلها للآخر. فأنا بعتمد على حضراتكم أن أنتم تبقوا أنبياء، تنقلوا للآخر، تنقلوا لكل بني آدم بتقابلوه، لكل حد تعرفوه في عملكم وخارج عملكم وفي بيوتكم، أن احنا نقدر نخلي الدنيا أجمل، مصر أقوى بوجود حضراتكم في أماكنكم القيادية وفي أماكنكم القيادية في منازلكم وخارج منازلكم. فمرة تانية أنا فخور بإني أكون أضفت لبنة بسيطة قد كده لقامات جبارة أنا شخصياً لم أكن أطمح أو أحلم أن أكون في وسطها لمدة 4 شهور. فأنا كنت أسعد منكم جميعاً، منكم مجمعين يعني. أنا برضو مرة تانية الكلام محتبس، انا مش محضر سبيتش يعني، انا مش محضر، ولكن انا بتكلمكم زي ما دايما كنت بتكلم معاكم من قلبي. انا سعيد بيكم، واسف اذا كنت طولت عليكم. مره تانية كلامكم كان فوق راسي، وانا بجد سعيد بالمعرفه. شكرا دكتور حسام فاحات، المدرب القدير الذي نسعد بوجوده أصلاً كعالم جليل. شكراً يا أستاذنا. والآن مع تسليم الشهادات، إحنا حضراتكم معاكم الشهادات، أنا عارف ده كويس، ولكن كمجموعة مجموعة هنطلع نتصور مع البانل وننزل، ثم ناخد صورة جماعية مع بعض. السادة المستشارين الذين أتموا الدورة بنجاح في المجموعة الأولى فليتفضلوا على المسرح.
احنا هنقف في سياده المستشارين هنقف ناخد صوره بالشهادات مع البانل. ممكن نقف في المجموعه الاولى بعد اذن حضراتكم نفتح الشهاده بعد اذنكم ونوجهها ناحيه الكاميرا. شكرا لحضراتكم. السادة القضاة الخريجين في المجموعة الثانية فليتفضل. شكرا. السادة القضاة الخريجين المجموعة الثالثة فلتتفضل.
أرجاء التنويه أن هناك صورة جماعية لكل المجموعات في النهاية، فشكرا للمجموعة الثالثة، فلتتفضل المجموعة الرابعة من القضاء الخارجين. أرجاء التنويه السادة المستشارين، من فضل حضراتكم نقطة تنظيمية، رجاء محدش ياخد شهادة حد، احنا بننظمها وهنسلمها للمستشار هيثم. شكرا. شكرا. السادة المستشارين خريج المجموعة الخامسة فليتفضلوا. الصورة الجماعية لكل السادة المستشارين الخريجين، نطلب من المجموعة رقم 1 و2 بالوقوف على المسرح، والمجموعة رقم 3 و4 و5 أن يصعدوا إلى المنصة، وسيكون هناك صورة جماعية لنا جميعا. رقم 1 و2 مجموعة هنا، رقم 3 4 5 على المسرح.
شكرا لحضراتكم. هناك صور. هشام. ممكن ناخد صور بخلفية الجامعة؟